مساء الفل عليكم حبايبي. يلا نعمل شوية شيبسي عظمة عظمة مع بعض. بصوا، دول 3 بطاطس، 3 بطاطسيات بالظبط وسط. خلاص عملتهم، بقطعت الشيبسي اللي جاية معاكم في الصورة، ونقعتهم في نص ساعة في مية وخل، وبعد كده قليت في زيت سخن غزير بس، وطلعت على مصفى علشان يفضل مقرمش معايا. وخلصته وحطيت عليه ملح، لو عندك توابل من عند بتاع العطار، العطار عنده توابل الشيبسي، ممكن تجيبي توابل الشيبسي وتحطيها. دي طريقة الشيبسي بكل سهولة. تعالوا شوفوا بقى القرمشة والجمال. بصوا الشيبسي القمر ده بالقطعة بتاعة البطاطس، بصوا القرمشة، بصوا عامل ازاي، تحفة ونضيف، وعاملاه في البيت 3 بطاطسيات وسط. بصوا عملوا كمية ما شاء الله قد ايه. قليته وطلعته على مصفى علشان ما يتراش، سامعين؟ والله انضف من بتاع الشارع 5000 مرة. يعني ده كيلو بطاطس بكام؟ ب7 تقريبا او ب9، يعني ده كده ب4 جنيه ونص، والله بمقام 4 5 اكياس شيبسي من ام 5 جنيه و7 جنيه. وعملتيه في البيت وانضف واحسن وزي الفل لينا ولعيالنا، ده الف هنا. جربوها بقى.